مصراري راني وجهه يا حمار عند حبيبي مصراري راني وجهه يا حمار حتى كيف نشدو من خمسة يدو حتى كيف نشدو من خمسة يدو يولي أحمر خدو تجعل فيه النار برشا فرايا مع كلمات الاغاني صراحه كلمات قال لك نصفها كلمات معبره جدا اسمع كيف يشدوا من يده من خمسة يده بربي عقم ويديكم انت وياه صحيح هي عملها كي نقرب قد كي نقرب منه يهرب مني ولا كيفاش دونك هو واعي وخايف من وهي عندها اي تحكي شو بعد ما لحظه بالله استعملت الغنيه ذي معناتها الحاجه عشتها انت الغنيه جيت سور ميزور كلمت الياس بن احمد كلماته الحانيه شكون اللي غنيت عليه هذا شكونه احمد لندلسي تحيه لاحمد لندلسي راجل معرس بولاده شو راه احمد لندلسي صلي على النبي يا مان اي انا قلبي كبير نحب الناس الكل هو صح اللي يحكي عليها عينيها زايده هكا ولا لا قلت يقول يحكي عليك انت مش يحكي على باندا بلا طلع يحكي عليك انت كم اغنيه مزينه برشا شبيبه ولا تصفيق لها زهره يعطيك الصحه لالا نذكر السادة المشاهدين اللي خلطوا يتفرجوا فينا توا راهو سبيسيال اليوم ليكم انتوما كانكم موجودين في ديالكم راهم فرهدوكم نعرف اللي قلقتوا دونك هذاك علاش اليوم ليكيب كل ملمومه وانا في تعويض لزميلنا نضال السعدي ان شاء الله يرجع لكم على قريب دونك مريض شويه لو طون اللي يرتاح باذن الله يرجع لبلاصته لهنا وليميسيون نتاعو ولي كرونيكور نتاعو ونحب تصفيق على نضال السعدي كان قاعد يتفرج فينا توا في الدار باه حكايه عاد حكايه مع التليفون عاد التليفون في الايامات هذوما على خير عاد جو تليفون نهار كامل نهلو شحوالك هاو ميسنجر هاو فيسبوك هاكا ولا محسن
ونقص منها تو تليفون ونود بالنا من الاشاعات يا امين. وي خاصه الاشاعات حتى الفيسبوك والتويتر وال شو اسمه التويتر يوتر الاعصاب يوتر الاعصاب ويقلق الانسان وخاصه حتى برشا معلومات بتكون مش صحيحه زي توتر الاعصاب خاصه مش كل شيء ناخذوه بعين الاعتبار. انا ما هبطوا المعلومه هبطوا معلومه هي على باش فهمتكمش نوتر له اعصابه كان قاعد يتفرج تو اعصابه باش تتوتر خاطر كيف؟ حبا هو توتر الاعصاب عليه كيف ما خاطر باش نعمل له ان كانيولار سمعتها كانيولار محسن ماكله يعني ما تاكلش مش كافيار ما عندها كانيولار باش نعمل له كانيولار طياره على الاخر في الو دي تيب يس الو دي تيب اليوم باش نحكيو يا جماعه على خمسه اسئله مهمه جدا يلزم التونسي يعرفها فيما يخص الكورونا كيفاش تحمي روحك باش نحاولوا نوعيكم قدر الامكان الساده المشاهدين وباش تتصلوا بمشاهد باش نحاولوا نربحوا جائزه من بعد تكتشفوها شنو هي الجائزه جهد انت باش تتصل بالمشاهد دونك خليها مهمه عندك انت نبداو بالاسئله شكون عنده سؤال يحب نسالوه للساده المشاهدين ولا قاعدين يسالوا فيه هما نبدا من يوسف بحري فيما يخص كورونا شنو هي لازمك تستعمل باش تعقم ايديك باه شنو هو تنجم تستعمل باش تعقم ايديك؟ شنو هو مفهوم خطي الاولاد ها؟ اي تستعمل اللي بعده يحضر سؤال توني نكتب دونك اللي بعده حضر مصطفى شنو تستعمل؟ انا ولا باندا باش تعقم يحضر سؤال في مخ حضرته قبل ما بدون فرق ايدي حضرته اي مصطفى سؤالك نسيت نقطة الاستفهام سي امين سامحني مسافة الأمان اللي لازمنا نقعدوا بعد على بعضنا مسافة قديش هذيك الأمان كي نبداو مقابلين نقطة بعضنا. استفهام اللي بعده شنو تعمل كان أصلا ما عندكش جيل الاستحمام هذا استحمام استسلام جيل ضد القشرة معوض غسل اليدين سائل التعقيم اللي بعده وين برا جوال عندك بر. وين كان باش تكح وين يبيعوا فيه صحيت وين يبيع فيه شنو مولاه في البيع وين تكح وين تكح وين تكح وين تكح ولا تعكس وين تكح خلاص معناتها اسمع شو شكري معايا على الفلوريات الاخضر اللي دمها قال لي طريقه السعل وين تكح وين تكح وين يلزمك وين تكح وين تكح في السعل وين تكح السؤال الخامس والاخير اللي بعد بلال عيفة اسئله قديش لا فهمت قديش مده الحجر الصحي قديش مده الحمل عند البطه قديش مده الحجر يز يمين هذوما الكل خمسه اسئله ديجا هما باش نذكر بهم الاسئله ونعطي الاجابات او ميم طون باش نسي جامي من بعد كان يشارك معنا ما يعطيش اجابات صحيحه شنو تستعمل باش تعقم ايديك؟ تستعمل جيل ديزانفيكسون صحيح جينا مسافة الأمان شكون سأل عليها؟ مصطفى قداش مسافة الأمان؟ مترو مينيموم مترو مينيموم على الأقل لازمها تكون مترو باهي السؤال الثالث معوض سائل التعقيم شكون سأل؟ شنو المعوض ولا ما نعرف غسل اليدين تغسل يديك بالماء والصابون قايد يا تورا قايد مو على الأقل ثقف أنت وأنتم كي تاكلوا كيف كيف باهي شكون سأل وين تكح؟ جويل وين تكح؟ هوني هو لا جمال عبد الله هو ده بريفيرونس تكح في بابي وتطيشها كان فمش بابي تعمل لنا فوالا دكتور في دكتور دكتور مصطفى حواس بارك الله فيك على التوضيح قداش مدة الحجر الصحي شكون سأل باندا 14 يوم صحيح يا باندا 14 يوم ويلتحق بنا الأخ جهاد جهاد دونك باش تكون أنت ممثل من وزارة من منظمة الصحة العالمية وباش تتصل بمواطنة باش تعطيها خمسة أسئلة دونك كل سؤال على 10 نقاط ومن بعد تربحها جائزة كانت تلم أكثر من 30 نقطة دونك أنت من الأو إم إس منظمة الصحة العالمية علاش يخلصوك في الأو إم إس؟ ما عنديش الحق نقول ما عنديش الحق أحلى طبعا باهي حاضر التليفون في الريجي يقولوا لنا ونبداو نلعبوا معاك يا جواز نجم تقول ألو ألو الو الو على السلامه لاله دوريد القراقري من منظمه الصحه العالميه فرع تونس النجم نخ من وقتك 3 دقائق مرحبا يعيشك لاله باهي سامحني انا قدامي الاستماره وباش تعمر معايا باش نسالك شويه اسئله فيت في باش تجاوبني باهي ان شاء الله على وين يعيشك شنو اسمك ساعه اسمي
اسم مروه. به صديقتي سو به خلينا نبداها بالباج الاولانيه به باش نسالك الاسئله هذوما. نحن قاعدين نشجعوا في العباد اذا كان جاوبتني معناها كيما نقولوا نحن خمسه على سبعه اسئله صحاح فما جائزه مهمه وباسي لانفورماسيون للي دايرين بك ولعائلتك. داكور به مروه تركز معايا مثال توا. السؤال الاول به خلينا نبدا لك بالباج هذه به شنو تستعمل باش تعقم يديك مروه؟ جيل ديزانفكتون. جيل ديزانفكتون على فان بي بي. مسافة الأمان مروة، مسافة الأمان اللي ما بينك وما بين أي شخص آخر. هو في الريكومونداسيون جي دو اللي هي لازمها تكون على موين دو متر، مي حتى إذا كان مترو على الأقل نسيف. به باش به إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. به عنا قلنا شنو تستعمل باش تعقم يديك؟ جيل ديزانفكتون إجابة صحيحة، مسافة الأمان مترو إجابة صحيحة. حاب الشيء تكتب ستيلو سامحني مروه. به فوالا السؤال الثالث. معوض سائل التعقيم مروه، معوض سائل التعقيم كي يبدا ما عندك جيل ديزانفكتون انت شنو 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 تعمل؟ قاعده تقرب من الجائزه راك يا مروه، قاعده تقرب من الجائزه. نغسل يدي برشا بالصابون وي وي تغسل يديك بالماء والصابون. دونك عندنا ثلاثه اجابات صحيحه فوالا. به مروه معايا مازلت؟ أي قاعدة تقرب على الآخر من الجائزة مروة. السؤال وين تكح؟ وين تكح؟ هو اللي يكح يكح من جلورة في نورمالمون، وإذا كان ما عندوش كح في المرفق نتاعك بدون ما توجه وجهك. صحيت مروة، صحيت مروة، قاعدة تقرب على أي ياسر قربت من الجائزة. ميرسي بوكو وبرافو زيدا برافو. به السؤال الخامس. قداش مدة الحجر الصحي يا مروة؟ نورمالمون 14 يوم. هذا اللي قالت عليه مروه. زيد ثبت هذا اخر سؤال راهو ينجم يربحك في الجائزه. زيد ثبت، ما تزربش قبل ما نعمر. قداش مده الحجر الصحي يا مروه؟ 14 يوم سير. اي نورمالمون سير. هذا اللي نسمع فيه في الميديا ولا الصحه وكيف كيف. باهي انا باش نعمل معاك مراجعه صغيره للاجابات نتاعك. قلت شنو تستعمل باش تعقم يديك؟ جيل ديزانفكتون، مسافه الامان قلت مترو، معوض سائل التعقيم قلت نغسل يدي بالماء والصابون، وين تكح قلت في بابي ولا وحاها ولا تكح في مرفقك، قداش مده الحجر الصحي قلت لي 14 يوم. هذا اللي قلته. مبروك مروه، ربحت معانا رحله للصين يا مروة. مبروك. فما دي ديتاي لازم تعرفهم على الجائزة نتاع ساعه. فرحانة ولا يا مروة؟ سامحني يا اخي، نسمعك في البيت ولا ما سمعتكش في البيت؟ كنت تسكت الراديو اللي بحذي. لا مش كنت توضح لنا صوتك شوية مروة. فرحانة ولا لا؟ فما دو ديتاي على الرحلة ما زلت باش نزيدهم لك باش تزيد تفرح. هي رحلة ديجا فواياج، حاجة طيارة على الآخر، ونزيدك زيادة يا مروة تنجم تهز العبد العزيز عليك للصين. من حاجة مانيش قاعد نحس فيك فرحانة، ما نعرفش أنت هكا الرياكسيون نتاعك كي تربح ولا. سامحني تاع أنت متأكد معايا احنا في الأوميس أول حاجة؟ أوميس بيان سور، أي الشركة الأم. طبعا عندي لك عارف ما فهمتش، عندي ديتاي اخر ينجم يفرحك زاد. خوفك عزيز عليا، فهذه الصوره اللي تعرف واحد عليا تبارك الله نصلي عندي جيت. مش هتطلع عندك معايا، شنو رايك؟ سامحني راهي رحله للصين مع العبد العزيز عليك والي سامبل معناها، وانا زاد النجم نقترح عليك عبدي نجم يولي عزيز عليك. اي انت وليت عزيز عليا على الاقل، زاد اقترحت عليا الصين ما شاء الله. انت معناتها تعرف الصين شنو توا الكادو اللي عطيتوني ولا لا؟ لا سامحني، راهو كادو معناه مدروس جدا الكادو هذايا، رحله للصين مع العبد العزيز عليك الي سامبل. بتعرفش كيفاش؟ تعرفش كيفاش مروه؟ انت انا خدمتي تقف في انه نسالك تجاوبني ونقول لك مبروك. هاو معك عارفي لا مبروك الساعه نحب نفرح بيك. لا سامحني، هاو معك السوبر نتاعي معناتها ديجا تقعت مليلي في وقتها ما شاء الله. غير نحكيو شويه نحكيو عندك ألف حق بي. أنا نعديك للسوبريور نتاعي. أهلا وسهلا مروة.
عافية. يعطيك الصحة. أنت بلاكس أنت تو شاركتي عندك معك شكون مرافق معك وماشي للسين مش تحوس يا غادي، خاطر السين فيها حاجة باهية بدلت على قبل مش كما تو. اي حتى انا قلت اول حاجه باش نهز السيد اللي كان يحكي معايا الاول اللي يسالني الاسئله خاطر ولا عزيز عليا على الاخر ما شاء الله في ظرف 60 هذه في القاع، هذه حاجه. واثنين حبيت نوريه ياسين كيف انها توا انت قلت تبدلت، حتى انا قلت تبدلت. يا مروه راني عارفه راني عارفه صاحب البلوره، البلوره تحكي قالت لك امشي وزي معك اعز انسان ليك وحاولي ما تندمش امشي وانا تفكر معني مع البلوره هذه. قالت لك حقيقه البلوره البلوره انت مبسوط بلايف هذه. عسى يا مروه مرحبا مرحبا يا مروه مرحبا يا مروه. انت في دي تيب، انت توا في ظروف المباشر بيانكم منهش مباشر برشا، اما نحب نعطيك تحيه كبيره برشا. انت في ديريكت موجوده معنا في دي تيب، اللي كان يكلم فيك راه جهاد الشيرني عداها عليك ومحسن عيفه بالرسمي مولا البلوره زوزة عداها عليك. برافو يا مروه. برافو برافو يا مروه. بون انا شو حاولنا نعديو عليك اما اللي عجبني الاسئله كل بالرسمي، راك تعرف الاجابه عليهم سي نيميرو بيف طلبناها بالرسمي. يعطيك الصحه اللي جابتك كلها صحيحة، هذاك علاش بالرسمي مش بعثوك للصين. برافو يا مروة. بلاش لي مشكلة مع الصين، أنا ما فهمتش. لا ما شاء الله عليه، أنا ما عنديش حتى مشكلة، بالعكس حبيت نهزوا معايا وإلا عندي اختيارات. أنا بلاش قرت وي خليها أسمعت عشان كيف جست فادليك راهو على الطاير، فادليك على الطاير هذاك هو ما جست. المهم اللي بيه فايدة عندي أنا أنك خذيت المعلومات الصحيحة وديجا عندك. ومحسن عيفة قال لك أعطيني البرج نتاعك، نقرا لك البرج على الطاير تو. يا مروة مادام أنت شاركت معنا أعطيني فرنهار مولودة نقول لك تقرا لك حالك. خليك تربح للصيني قابل لها خير منها. لا خليك تربح خير. محسن عيفة عندي منه عزيز في حومتي بداوا يدوروا ب 2000 يا ولد على أولاد صغار ما تسكتوش كيما تورا بالضبط. مروة فضلك اش بيك؟ فرنهار فرنهار شهر أنت مولودة؟ أنا مولودة في شهر نوفمبر. برج العقرب معناها. جبت حاجة يسكت يسكت دورك انت. ما خلوكش ودي راه مش ما خلوش باش نركز معاك، هذا اعظم من جديد هو. مروة انت العقرب انت باهيه وقلبك باهيه، لكن مشكلتك عصبيه شويه نرفوزيه. مرات مزينه. واللي ثم في لسانك ما تخبي حتى شيء. ديما على كل شيء لبرا. عندك مستقبلك طيب برشا وقاعد تخمم في نجاح في حياتك وفي عام السنة هو فيه حاجه مش تفرحك. لكن ماذا بك نقسم الثرثرة شوية يا مروة، مستقبلك باهي راهو. شكون يحكي على الثرثرة؟ مش عليك نقسم الثرثرة. مروة عندك شكون في مخك في حياتك قاعدة تستنى فيه بدقيقة ودرج؟ شكون هذا يا سعيد الحظ في حياتك هذا؟ هذا بس نزل معاك. مستقبلك باهي في 2020 وحاجه باهيه ما تجيك وان شاء الله ربي يبعدنا على المرض وما ميرسي مروة صحة يا ليلى ميرسي تصفيقة كبيرة برشا على مروة. اسمع شو بشوي والله اسمع هو مسكين كل بلاتو والله يمشي يبدا يحكي وكل مره عنده غاديك زيد الماكينه هنا تورا وعمل فيه والله يبارك يا تورا والله ولا نحبوا على الاخر انا عجبني ماذا بدي ما يولي معنا هو توكا جيت برافو الديفي نتاعك نجح 100%. برافو محسن عرف يعطيك الصحه برك انا ماذا بيا نفرح ولا حاجه باش ندير الدياء وراك حين حتى يخرج لنا الوباء هذا ديما شيخ باش تيح كيما امين كيما نرمي جينا جوستومون ناقصتنا حاجه اللي صار ناقصنا شويه سبور مش عارف كان موافقيني ولا شطحنا غنينا عملنا كل شيء ناخذ شويه سبور باه فما تغني تقال كي واحد يخرج قريب يبارك يقول لك خرج كيفاه راس 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 صحي تصير نلعبوا راس 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 كوارجي الاخشان نتاعنا تلموا اليوم دونك في طرح كوره ممتاز يعطينا ليكزومبل الاولاني مصطفى حواس سيبون دار 10 دورات وبعد شوط والمعلق المعلق قول برشا حاجات حاجه
نحب نقول زاد راهو ردوا بينا راهو لي قوم ما نعيشوش بيهم مش ما نخرجوش بيهم ناكلوا بيهم نمسوا بيهم وكل راهم يشدوا الفيروس اكثر من الواحد جوست استعمالهم بعد تنحيهم تلوحهم تلوحيهم تلوحهم وفما تكنيك تنحي بها اللي يشد من هون تنحيهم ورينا بعد باهي اوكي شوف وبعد جوستومون بعد كي تلوحهم تنحيهم تلوحهم طول في البوبيل دونك في البوبيل دونك حتى الاولاد تو كي باش يلعبوا دونك حتى اللي يتفرجوا فينا ومو نحاولوا نوعيهم دونك يتنحي الجون طول في البوبيل من غير ما تمسوا مش لازمين راه المعلق تورا معانا تبدا تخرج تبدا التعليق بعد ما يكمل 10 دورات نتاعو تبدا التعليق واحنا نحسبوا الكل مع بعض هاي 3 2 1 توب واحد لا لا طب اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة محسن تسعة يا محسن وين المعلق القد عشرة يلا يتقدم لاعب مصطفى الحوار والكرة جول يعني اللي تشوفون هذا اجمل لعيب في العالم باهي هو اسمع هو برج ليه بينات تبارك الله عليه مشات ناجحه على الاخر معلق جوست القد شويه ما فيهاش في الوقت اللي فات دونك رجعوا الكره بلاصتها الجور اللي بعده جهاد الشارني يلا تشوف نورنا صح قريب قريب تجيبها باهي وين البلدان ما يخدمش مش لا 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 باه نحسبوا ال 10 ساعات بعدها دوما يكمل يبدا المعلق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 10 واحد اثنين ثلاثة ثلاثة جهاد الشارني لاعب جاينا من الكاف ستة منطقة حلوة في تونس منطقة جبلية ثمانية تعرفونها تسعة هذا الجهاد في جهاد في شكل راني القابسي مع لفتين والكل اصلا بيناتنا اموركم واضحه كلها جويل هاي ترى خلينا نشوف جويل بعد باندا هاي جويل هاي جويل اسمع شو جويل لازمك تمركي راهو لازمك تمركي جعل الولد الابيض هذا ملاعب في الولايات المتحده الامريكيه اللاعب الابيض ابو عيون زرق يفترع الكره يلا تعال نبدا نحسبوا الجويل هاي هاي اللفه الاولى للجعالي اثنين وين امريكا وين؟ جاتك ايران يا امريكا وينك يا امريكا؟ جاكم الفيروس سبعه هذا هو جويل هذا الرمز هذه امريكا امريكا عشرة عشرة سبعة جعل الامريكي يتقدم الكرة بعد راس كرة هذه هي امريكا هذه هي الصورة اللي قاعد يصوغ لها الامريكي جعل ما شاء الله عليه بس اهم شيء انه عارف يشيل الجلوفز وهذا شيء يعني في امريكا اشكره سهل يعني اصبح انا واحد ضيع كوميك واحد ضيع يزمي بعضه يمرق باندا هاي فاندو شاي الباندا الف حضرات نظرا كيران اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر يعني اللعبة باندا باندا هذه معشوقة الجماهير حبيبة الملايين باندا يعني دورة اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة خمسة ستة دورات يعني سبع دورات كملي 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 هسه كملي يعني تبغين تروحين المول وما تبغين تلعبين بالكورة كملي ثماني دورات تسع دورات هسه كم ترس والله يعني الدور العاشر بتتختم بونتا والله ممتاز ممتاز لعبة ممتازة ممتازة باندا يعني حيوان أليف حيوان جميل حيوان يعني والله العظيم يعني هذا هو الحيوان الذي سميت له زهرة يا زهرة على زهرة عندها زهرة شو جوست بالله جوست اللي يكمل يلعب اللي يكمل يلعب راهو الجناح اللي جون باندا باندا بعد ما تنحي لي جون تعمل جيل ديزانفيكتون بعد ارجع البلاستيك فوالا باهي يلا حاضرين هاي فازي فازي باندا قاعدة هنا في بلاستيك فيه مشكورة من قارة لهذا النقل المباشر للبرنامج يوم لأحد ما يهمك في حد يعني دورة يلا فهمتوا يلا بسم الله يلا دورك انا وخيتي ديفيلي عملنا بوزي واحد هذه مريم فارس ميد ان شاينا قاعدين تشوفونها فيسع فيسع يعني فيسع كل مره الايميتيشن تكون فيسع
عادي يعني ممكن الناس ما تشوفون التقليد. خمسة لا خلي الميكرو عند واحد بركة. مريم فارس ستة. فيسع عاد فيسع فيسع زارة فيسع سبعة فيسع 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 ثمانية. هذه الأفراد اللي تجينا من الصين. مازال 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 عشرة زوز أخرين زوز أخرين. فيسع فيسع واحد اثنين فازي. مريم فارس قدام الحارس. لا غالب ها لا غالب لا غالب مش فاهم ميرسي ميرسي جوست بالله الاولاد ديما نحب نعطيو ليكزومبل صحيح للساده المشاهدين كان استعملوا الميكرو بينات بعضكم ماذا بيك تخليوه عند واحد بركه ويستعمل جيل ديزانفيكتون وبالنسبه لبقيه طف بعد ما نكملوا الروبريك نعطيكم جيل ديزانفيكتون استعملوا بيديكم باه يوسف مازال ما لعبش باه يوسف بحري وين الكره خطرات الى بركه اللاعب السابق بجمعيه هريانه يوسف سحري بحري سيتدخل الان في الصوره يعني هذا معشوق الجميلات معشوق حبيب الملايين زوج بيبي ولا عنيفه واحد اثنين ثلاثة كمل استدير 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 الارض مسطحه ولا مسطحه مو مشكله عبد راسك يا يوسف مشكله راسك على الاصابع سيتقدم الجمهور ينتظر في هذا النقل المباشر للفارحه مهمة حد ستة موجود أربعة كل العالم ينتظر كل العالم استراليا اليابان يتقدم ولد هريانة على العارضج على العارضج على العارضج يا الله يا كانت يمكن تكون هو في كل طرح في كل طرح ها ما نجم يجيبها كان رجل المباراة كانت يمكن تكون هدف جميل جدا مشكور على الكرة لاقتي الكرة يعني في نفس الوقت مصور وفي نفس الوقت لاقت كرة مشكور امين هو ما نجم يجيبها كان رجل المباراة كهو حسان توا سكور اي سكور توا تعادل خليه يدور على البلاوي سكور تعب بلاي لحظة الناس مع بعضها سكور هو تعادل توا واحد واحد نلعبوا في الوقت الضايع والكرة الأخرانية عندك أنت راسكيز ويمس يا محسن في الأعصاء والدول أي بعدين أنت نلعب شيء مشكلة في الملعب نلعب ولا نلعب به لحظات نهائية آخر ثواني في هذه المباراة مصيرنا في إيدينا العيفة والله العظيم والله العظيم والله العظيم يعني لو كنت مكانك لكنت اعتذرت عن هذه الرمية يعني مسؤولية كبيرة مسؤوليتك كبيرة شيخنا العيفج ثلاثة الله عليك يستدير بكل بطء أربعة بطء الحكمة أجل فيسا 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 يا محسن خمسة في الملعب أي يا محسن فيسا كل العالم ينتظر أستراليا اليابان إنجلترا ستة إنجلترا اليابان استراليا كل العالم مشاهدين من كل العالم مانية. مشجعين شوف يستدير بكل بطء تسعة يا محسن زاد بعد تسعة يلا يلا يتقدم ولا ضيعت الكورة لا يحترم المتر يحترم والله حجر صحي يعني اسروح للحجر الصحي الآن تروح للمول تحبس نفسك 14 يومك خليه 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 والله ناحي ناحي لي جو اعمل شيء ناحي لي جو اعمل شيء ترى ما نعيش خويا اقعد في بلاصتك خليها خليها العصا تنهزها خليها استعملوا الجيل بلاي بلا استعملوا الجيل اقعد يا ترى ترى عشان اقعد في بلاصتك اقعد في بلاصتك باه اجا ما عرفش بلاصتو باه بس شنو اللي صار؟ ما نحكيوش مع بعضنا يعيشكم شنو اللي صار؟ جاوبني مش كلش يجاوب انا كنت اول مره كنت نخسر روحي مفلتك عليهم وقلت اش معي حكيت مفارق لعبت هنا ولا تدور لي العصا ما قمر غير ما قمر لنا انا والله قمر البلعوره بدو خرجت عندك انت انتو كابر ابو كمان متعدين ما كملناش خاسرين طب لا على دورك انت تو انا هنا في تعويض هكا ولا شايف دوخ كيف ولازمك تقوم بالواجب كان جاني ذا المعلم نورمال انت في راسك صاحبي لهنا وجطح وعمل الكوره وعملهم الكل
زدت شيء صغير بركله ما شاء الله. ما عندي حتى مشكل. نسيت يا جماعه مازلنا مواصلين في اللعبه قبل ما تلعبوا. المهم جدا اني نذكركم نذكركم تبعثوا حرف دي بالاس ام اس على 85 811 تنجموا تربحوا 24 مليون كيفاش؟ كل شهر مليون شهريتك خالصة لمدة عامين كاملين بدأ بالاس ام اس على 85 811. جرب حظك وان شاء الله ربي وانتم قاعدين في الدار ان شاء الله الافادة والجو دونك حصلوا معاكم انتم من قبل ما نكملوا مازال فما ان جو نلعبوا الناس كلنا مع بعضنا اسمه فوتو ميم. فوتو ميم ليكيب لولاني باش تلعب متكونة من ثلاثة أشخاص اللي هما يوسف بحري جهاد الشيرني وباندا. تفضلوا بحذايا تلعبوا فوتو ميم. فوتو ميم حاضرين فوتو ميم 3 2 1 توب. فيل زرافة تمساح جرانة بطة بطة صحيحة بقة نصفقوا شبيك نحبوكوش تربحوا لا أمين لي ما مش هون مسمار تورنفيس رسور شوفي لوحة برية 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 مصفح واس دانسور تكتونيك هربة فلس حاجة دي جي دانسور بيس ماسكوت فلور بواتا ماسكوت فورت نايت فورت نايت صحيحة بالا زوز بيوش بالا زوز بيوش سال جافيل بدون جافيل بدون جافيل مصالح فاز ستل اللي يخرج به الواحد جاخد شو تسمى؟ اخو زواغ اخو زواغ اخو زواغ صحيحة قليلة ابو يوسف فيسا بو هي تشبالك جيت اش تاخذ هكاك طلعوها عسى فوتو فوتو بو الحكاية الحكاية مين راح يحيي تون خمسة شجرة نخلة 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 صحيحة العشرين ثانية الأخرانية فيسا عشرين ثانية شريطة مساب مساب شكل بانس بانس شكل صحيح قرار تسعة فيت دبدوب 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 انت هالتوقيت انت هالتوقيت أصلاً حاجة بيلي طبعا إجابات صحيحة يسمى كمين بي بي والله نكزوها والله نكزوها نكزوها على أصلا النخلة بالرسم جهاد يعني يشبه والله يشبه مش نخلة باندوش شعندك جديد حقا باندوش ما ستكش من الأول عندي برشا جديد كلهم يقولوا عنا برشا جديد عندي برشا جديد اون فيت بشوفوني في السيت كوم في المسلسلات وفي البرامج اللي في الحوار التونسي الكل بشوفهم في الزابينغ في جودي تو اون فيت مازلت ما سمعتش ان توكا انا اخذ شو نقول لك ما حبيش تحكي انت ابشر عليك انا فيديو صغيره وقول لي شو رايك بعدها ترى نشوفهم بعض علينا قسما بالدين الله لعقلت والله سخايل عبد داخل رقم زيانة في الدنيا يا ريت ريت صدقني يمين الثاني عقلت انا عارفها وهي ما عقلتش انت ورق زيتون على ذكر بالله حسيتها مؤشر في عندي ما نقول لك مش تتكلم لما تشاور انت زي في البر ريت ديما كرونيكور معاكم هذا لا 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 انا نقول ما اليوم عادش يجي برشا يرجع شد دي جي تي وقتها اسمعني شو هو حقيقه للحق هي مزيانه راهي محلاها معناتها هذين اكد اما كريتش الصباح راني من غير مكياج كريتها والله لا عقلت
بلا غير لونيت اون فيت لونيت اما جينيرالمون في الدنيا بلاش مكياج يوسف صحري بحري بعض لا باش اسبوع خايب عاد شال يوسف لا 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 عايز باش الفيديو هذا حسب رايك ماش توقعوا باش تصنع تعمل مع شنو كان ولا يطلع نورت الربيع هذه نعم نورت الربيع هذه سماها نورت الربيع هاي نورت الربيع قريصه لا بلستي مقرونه بي باش نفاجئ الناس الكل اون فيت حتى دارنا معرسة عندك جوج صغار علاش هكا جهيد هذاك بيناتنا ما تطبخنيش اون فيت باش نهبط كفر وهذوما كيما نقولوا مقتطفات من الكليب اللي عملته الكفر تحضر في كليب تغني حتى مزيان حتى تغني دونك شنو اذا تنافس في زهره في الموسيقى ما نتصورش بون كل واحد وستيلو نتصور كل واحد وستيلو جويل يلعب معنا الليكيب الثانيه محسن عيفة والاخ مصطفى لعبت قبيله ولا لا ولا مقبله من جيت ما قاعد ما لعبتش يا تي طيب انا جيجا بص طيب ولا تريسي المرح حاضرين الليكيب الثانيه حاضره 3 دو هاي كما دودو الحب عم نميلة بنان دلاع حلوة دلاع خرزة خيتو خيتو باكج حلوة خلوب سريعة خيتو ابرة لا لا خذ هكا حن فتلة فطلعوا ايش بدل جلبان هاي فازي فازي برا ماتش برا ماتش بدل جلبانك مش بصال بدل خسرنا سي بامي ماكينة مزروب مزروب بغسالة غسالة ايش قال غسالة قال طلع بسمع اي ماشينا لافي تروتينيت نقدي نقدي بيبي بوسيت 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 تفضل نوصلوك لنا هاي تاريخ غسالة مشينا لبيه مرة أخرى ياكلها ياكل يرحي في فرينة يبعث قشر الماكينة اللي نعمله بها الحلو تيرز لا تاكل في سبور كسب باجيت يحصد ايش شو هو يلحي من لحيته وياكلها؟ لحية جدي اصلع هيك ودور لحية جدي جيت بالله عاودنا الملاحظة اللي قلتها تو مهم أنا تفجعت شوية وحتى العباد تصور في دارهم زاد كيف كيف خاطر عمل هكا بتاع هكا وبعديك تحجم في لحتك وتاكلها أنت وخدت فرطاس ما عندوش شعر هي اسمعني الأولاد نورمالمون كان البرنامج نتاعنا يوفى لهنا بما أنه نتصور أن السادة المشاهدين في ديارهم عملوا جو دونك هذاك علاش يدوم بونيوس فريق الإنتاج ما في بالوش أما بقرار فردي الحق هو الحقيقة أنا متأكد حتى اللي حاضرين كادرون هنا يحبوا يعملوا جد الجو يحبوا يكملوا يضحكوا معاكم مع السادة المشاهدين نلعبوا ديكور بونشي تو سويت ديكور بونشي بما أنه نحترم مسافة الأمان ما بيناتنا دونك هذاك علاش اليوم حتى لي جو اللي اخترناهم دونك حاولنا أبعد ما يمكن على بعضنا لي جو اللي اخترناهم استعملنا جيل ديزانفيكتون استعملنا لي غون دونك واحد بركة منكم أنتوما هو اللي باش يمشي يلعب في الديكور بونشي واحد بركة فقط واليوصل اللي يستعمل جيل ديزانفيكتون في الأخر ويعقم يديه يكون هو الفائز دونك أنتوما الكلكم اللي تلميتوا إيكيب واحدة الليلة مع بعضكم باش تختاروا ممثل واحد فقط منكم أنتوما اللي ربحكم الإيكيب كله وإلا يخسركم دونك بالفوت لا لحظة بالفوت 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 أنا ديمقراطي راني محسن شكون تختار؟
والله نختار كان حواس. مصطفى حواس. زهرة تكون تختار. محسن. محسن. محسن بنسير. محسن. جو. محسن. محسن. عيفة. عيفة. محسن. 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 كلهم محسن ليه عاد؟ محسن وكا. محسن عيفة يا محسن يجي. باهي يجي معايا محسن. دوك محسن برا مع أحلام غاديك تتوريك الأسيستانت نتاعنا منين يلزم تتعدى بالضبط. فوالا محسن لازم يوصل يستعمل الجيل ديزانفيكتون في الأخر. باهي محسن حاضر. شجعوه أصحابه ولا إيه؟ خوا دو لا 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 عيبة لا 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 يا محسن لازمك تاخذ خلاص شو صار بالله علي علي يا محسن لازمك توصل غاديك يا محسن يا محسن لازمك تاخذ لازمك تاخذ محسن ملا محسن عجيبه عجيبه وين يا محسن والله يعطيك الصحة محسن والله برافو ربحكم والي كيف كنا روحتوا رابحين باه شوف صبرتك وجه محسن ضغط علينا حتى صفيقة كبيرة على يوسف صحري بحري ميرسي يوسف ميرسي ميرسي الناس الكل سيتي ان بليزير ان شاء الله فردنيكم في دياركم وكا هاو نعدي كلمة نطربق الباب ما عندوش بيبان باهي غادي جهاد ان شاء الله ربي يخرج تونس من الوضعيه هذه والعالم الكل ونشكر اي انسان قاعد يعمل في مجهود على تالي باش يفرهد العباد في تليفوناتها ولا في تلفزها مهما كان شنو فاش يعمل بارك الله فيك جو اي ان شاء الله تتحسن الوضع انا حسيت بالذنب سلام فما شوي اكزامبل خايب يثير لي من عند الامريكان في الاخبار شفت كي يقذيو ويطيش ويتعاركوا هذاك الكل وحتى ترامب بيدو طفي الموضوع تاع كورونا من الاول فنحب كل العباد ما ناخذها سيريو ونحاول احمي روحك وعائلتك خمم فيهم ولا حاول احمي روحك عاون بعضكم ما تتعركش على بابي توليت كيفنا نيت فاعمل كل هاي بانداي فازي فيت في بيان في كما قالوا جماعة نردوا بالنا على روحنا على عائلتنا وسينو ما تنساوش جديدي سور ما شين يوتيوب موني باندا ام او يو ان ا بي ا ان دي ا تعلمت مصطفى وكاو باه مصطفى خلاص ميرسي بوكو ميرسي امين ميرسي لي زانفيتي نسلموا على نضال وبيكا وامين وان شاء الله يا ربي مع تونس وراهو نجموا نخرجوا منها جوست نشدوا الديار بور لو مومون نشدوا الدار وردوا لنا على رواحنا ونعقموا وننظفوا وكا هذاك تورا يس دونك انا بوغ اون فوا نحب نحكي بالرسمي اول مره بالحق. مش تحكي برشا مش نحكي قد ما نحب نوصل حاجه خاطر دونك باش قد ما تحبش باش نحكي قد ما الحاجه اللي نحبها يعطيك صحة بارك الله فيك زهرة يعطيك صحة زهرة ميرسي زهرة على ميرسي زهرة سي ان بليزير نخليك معنا اليوم لا ولا بالحظ ترجع لك خليك الاخرين ترجع لك باه زهرة يعطيك صحة للي جيت ميرسي عايشة كمين ميرسي ا توت ليكيب نحب نقول ان شاء الله ربي يلطف بينا تابعوني على الانستغرام وشين يوتيوب وفيسبوك زهرة فارس نحب نقول ميرسي بوكو ميرا على المكياج ميرسي انجل جامور اي زاد كيف كيف على les accessoires Islam Drissi.
يعطيك صحة يا فازي محسن عيفاي. مرسي كله يتفرج علينا راهو نقول مرة نحب نعملكم جو شد دياركم ولا تروفي انا مش وجهك برافو محسن عملنا جو معاك على ثم حاجة باش نقول لك مش تروفي تعبت باش ناخذ الجيل الجيل اللي ثم نبعدوه نمشي عندنا الصابون الاخضر ما نتعبوش عليه برشا برشا اللي ما عندوش دوالي الصابون الاخضر ابجد باهي حبيت نقول لك يعطيك الصحة محسن بارك الله فيك دونك قبل ما نكمل الحلقة وشكرا حتى انت عندك صحة قديتها برنامج انا جوستومون انا راني معوض اليوم الزميلة نضال السعدي وان شاء الله يا ربي باذن الله يرجع لكم لاباس ان شاء الله لاباس نضال مرة أخرى وان شاء الله على قريب يرجع من جديد ميرسي ليكيب الكل ميرسي ليكيب تكنيك يعطيكم الصحة بارك الله فيكم فوالا سي سي فو ان بليزير اليوم اللي جينا بحذاكم فازي تورا يعطيك صحة تورا بالرسمي نحب نقول لي الحاجة دائما ناخذوهاش نيجاتيفمون ناخذوها بوزيتيفمون ناخذوا مع بعضنا نعاودوا نكتشفوا بعضنا نزيدوا نحبوا بعضنا بالحق بالحق هذه فرصة باش الواحد يراجع روحه باش يعاود يمشكي كوارتو باش يعاود يشوف شنو اللي بالحق هذايا بالفرصه للناس الكل سينو كيما قالوا لكم اقعدوا في الدار سينو تنجموا تدخلوا اليوتيوب تتفرجوا في برشا ابيزودات نتاع خنشور تنجموا زادا تستناو لينا بن علي اللي باش تلقاوني معاه اوتونك بروديكتور الجمعه الجايه باش تخرج لكم الكليب جديد سينو كالعاده ميرسي فاشونيستا اوبتيك اكسسوري لاند ميرسي الناس اللي تفرجوا فينا رانا جينا جوست نفرحكم نلعبوا نشوف فرحتكم وميرسي ماما باهي فازي باندا سي سبونسور وميمه اللي ما كيجيت لي نقولها ميرسي بوكو وميمه اللي ما كيجيت لك ما كاجك حد جو اي فوالا تنسيتو ما غير على مرتي طيب لي كل يوم نتقابلوا باذن الله ان شاء الله على قريب على قناه الحوار التونسي هذا في سارجا كونفي جي دي تي ميرسي لا تيم ميرسي عزيزه ميرسي للولاد الكل ان شاء الله باذن الله نلقاكم في صحه طيبه فدلكنا ضحكنا لعبنا وان شاء الله وانتم في الحجر الصحي دخلنا لكم ضحكه وابتسامه نعرف محصورين عندكم ايام تقابلوا ان شاء الله على قريب باي باي تشاو